تحتفل وزارة الخارجية والتعاون والأمم المتحدة بالمغرب اليوم الجمعة بالرباط باليوم العالمي للمرأة، وذلك تحت شعار المساواة بين الجنسين ضمان للتقدم. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعميق التحليل المشترك بين الشركاء الوطنيين والأمم المتحدة بالمغرب لآليات تعزيز المساواة بين الجنسين وتقوية تمكين النساء وحماية الفتيات في أفق أجندة التنمية لمرحلة ما بعد عام 2015. نعرف بأن المغرب قد مضى وأمضى عدة اتفاقيات دولية من أجل إنصاف المرأة، ولكن لابد القول بأن التحديات مازال موجودة، بأن الطريق لازالت طويلة من أجل المناصفة الكاملة التي صوت عليها أغلبية المغاربة في الدستور الجديد. موضوع المساواة لابد أن يطرح في إطار طرح إشكالية الديمقراطية التي تمكن من تكافؤ الفرص، تمكن من الحقوق كاملة غير منقوصة، تمكن من تقليص الفجوة بين الجنسين، تمكن من تقليص الفجوة بين من يسمون أسوياء ومن هم في وضعية إعاقة، كذلك تقلص الفجوة بين الموجودين في المدارات القروية والمدارات الحضرية. وبالتالي المساواة قضية كبيرة، هي في عمق السؤال الذي يطرحه اليوم على جميع المجتمعات التي تريد أن تكون منتمية لدولة الحق والقانون. وتتوزع أشغال هذه الندوة على ثلاثة ورشات ستتطرق لمواضيع محاربة أشكال العنف القائمة على النوع، المساواة في الحظوظ والولوج إلى الموارد، والريادة والمشاركة النسائية.